لن ننجح في إخراج المال. يبدو أنه عميق جدا ولن نصل إليه مطلقا. اسمعي، لن نستسلم بعد أن وصلنا إلى هنا. أدخلي ذراعك لأنها أنحف من ذراعي. حسنا، لا بأس. ولكن بيتر، متأكد من أن الكيس سيحتوي على الفضة؟ أشم رائحة فخل أن الأمور تسير بسهولة كبيرة. ساعديني. أنا لن أساعدك. هيا لهذا النهار. إنها الثانية عشرة ليلا ويجب أن نبدأ غدا كتابة نص أطروحتنا. أي بتونيا، لا لا لا، غدا سنقوم بترتيب كل المعلومات وهي كثيرة بحمد الله، إنها وافرة. وماذا جرى؟ ألم تنامي؟ لا أعلم، أشعر بإحساس غريب وقلبي يخفق بشدة. هذا هو الحب صديقتي. حقا؟ أريد مساعدة. يا إلهي، هذا الحبل مليء بالدم، إنه يعود إلى المرأة المجرمة. هناك رائحة بخور. Thank you.
اتجاه سيباستيان. كان واقفا عند النافذة ينظر إلي. لكن هل أنت متأكدة من أنه الكاهن سيباستيان بنفسه؟ ولكن ماذا يريد منا هذه المرة؟ ألا يعقل عزيزتي أنك تخيلت ذلك؟ لا، كان هو مثل ما فعل عندما كان هنا وجلس على سريري. مراتشا، مراتشا، ساعديني. ماذا حدث؟ ساعديني، ابعدي الزرق. انت تنزف. ساعديني. وهل سنمضي الليل بطوله والنور مضاء؟ أجل طبعا. لا، ماذا لو أطفأناه لنرى ما سيحدث؟ هيا أسرعي بيتو، أطفئ النور. من أنا؟ أجل. أكرهكما. حسنا حسنا. والآن ماذا؟ لا شيء، لقد ذهب. حسنا، إلى النوم إذن. أرى الكاهن سيباستيان إنه عند النافذة وهو يشير إلي. اخرجيني من هنا بسرعة. ساعديني. اصبر باترسيتو، سوف اخرجك. انه مؤلم جدا. سوف أطيحه. اصبر، تعال سوف أقلبك. لا، لن أنجو. سوف ننجو، سترى، سنكون بألف خير. اطمئن بيتر سيتو، اطمئن أرجوك. اهدأ، اطمئن. مراتشا، 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 مراتشا. ماذا يريد مني؟ عزيزتي، أنا لا أرى شيئا. حقا عاد إلى هنا لأنني أنا أيضا لا أراه. إنه يشير إلى الحديقة الداخلية في المنزل ويريد مني أن ألحق به. لا، لا تلحقي به. اسمعي، من الأفضل أن نتبعه نحن الثلاث. النجدة. النجدة. فليساعدني أحد، أرجوكم.
هنا صحيح؟ عزيزتي، ماذا حدث؟ ماذا يقول لك الكاهن؟ سنة ونصف السنة. إنه وقت قصير جدا، لا يمكن أن أستكمل به المشروع. ومؤكد أن ألتاغراسيا سوف تطعن بالاتفاق، وجهودي ستضيع سدى. غلوريا، غلوريا، في الواقع أنت آخر امرأة يجب أن أغرم بها. ربما في وقت آخر أو في ظروف أخرى أنت وأنا لربما كنا سعيدين. المهم ستكونين قريبة مني. نعم. عذرا سيد سالومون، هناك في الخارج الأنسة كورديليا تريد أن تراك. كورديليا؟ أجل، دعيها تدخل دولسي. ماذا تريد كورديليا الآن؟ هل حدث شيء ما؟ أنا قادم. ساجراريو يا ابنتي. بنتورا، عذرا على المجيء. لا تخيفيني أرجوك، أهناك أمر ما حدث؟ لم يحصل شيء. المسألة هي أنني ماذا؟ لا أريد أن أبقى وحدي في المنزل. ماذا تريدين يا ابنتي؟ خالي إرنستو ليس هناك. تكلمي. وين بنتورا؟ هل أستطيع البقاء هنا؟ بكل سرور يا ابنتي، ثم إنها ليست المرة الأولى تنامين عندنا. ما زالت لوريتا مستيقظة. شكرا. لورا، لوريتا، ساجراريو عندنا. لورا، لورا، أين أنت؟ لورا ليست في المنزل الآن، أين هي؟ سيدي، أنا سيدي أتيت لكي أتوسل إليك ألا تطردني من العمل. لكن كورديليا، أنا لم أطردك. اسمع سيدي، في الواقع أنا بحاجة ماسة إلى هذه الوظيفة. اسمع، تعلم أن الوضع الاقتصادي ضاغط، وتعلم أنني أساعد أمي وهي بحاجة إلي سيدي. في الواقع هي من دوني كفى. غير قادرة على مصاريفنا. كورديليا، ما زلت سكرتيرتي المفضلة. ولكن عزيزتي كورديليا، لا تبالغي، خذيني إلى الأقبية فقط. اسمعي، أريد أن أرى إمكانية أن أقوم بتصوير بعض اللقطات من أجل بلدي. لا 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 لا، لا أرجوك، لا أسمح لنفسي بالنزول إلى الأقبية. بالأمس طلبت من رئيسي أن يسامحني لأنني نزلت مع أصدقائي. لا، لن أقحم نفسي في المشاكل مطلقا. ولكن كورديليا، اسمعي، البلدية تريد تقريرا مصورا. لا تكوني قاسية، افعلي من أجل أمك، إنها تحبني. أمي تحب الجميع ماركوس. ماذا؟ حسنا، لا بأس لا بأس لا بأس، سوف أرافقك. سننزل معا قبل أن يصل رئيسي، لكن لا تقحمني في أي مشكلة. ممتاز، هيا هيا بنا، هيا بنا، تعال.
اسمعاني جيدا، إذا استمر الكاهن سيباستيان بالظهور فسوف أصبح مجنونة. لما يظهر لي أنا بالذات؟ لماذا؟ لك ولنا نحن، على الرغم من أننا لا نراه عزيزتي. أتجيدين صنع الفطائر؟ إنها لا تعرف شيئا فيتو، كل ما تفعله هو اللعب بالعجين فقط. انظري كيف تصنعها مربعة الشكل. أنت تحسنين الانتقاد فقط. أخبريني، أتفهمين حقا ما الذي يحاول الكاهن أن يقوله لك؟ الحقيقة أنا لا أفهم شيئا أبدا، لكني متأكدة من أنه يريد أن يعطيني رسالة. رسالة ماما. ما الذي تقولين؟ ماما، لما تقولين أن الكاهن سيباستيان يريد أن يعطيك رسالة؟ ماذا قال لك؟ حسنا، لقد ظهر الكاهن سيباستيان ليلة أمس وبدا لي وكأنه يبكي. ماما، ولماذا يبكي؟ لا أعلم. أتذكرين تلك الورود التي اشتريتها بالأمس؟ إنها هناك في الخارج، لقد أصبحت جافة. أمي، أرأيتها؟ الورود التي أحضرتها أنت ليلة أمس؟ أجل ماما، ماذا يعني موت هذه الورود؟ صور بسرعة كارليتوس، ما الذي يجري؟ لماذا تركض؟ أمر رهيب، هيا أخبرانا ماذا رأيتما؟ قتل بيتر سيتو وموروتشا. قتل بيتر سيتو وموروتشا؟ هيا بنا، دلانا أين؟ هيا هيا، ما الذي يحدث في هذا المكان؟ يا إلهي، بيتر سيتو كان صديقي، وموروتشا، من قتلهما يا إلهي؟ ولماذا؟ ماذا حصل؟ ما حصل هو أنك قتلت هذين هنا. لقد كانا يعملان لديك وقتلتهما، من يدري كيف؟ ربما كما قتلت الكاهن سيباستيان. اسمع، اذهب واهتم بما يعنيك ماركوس، لا علاقة لي بكل ما يحصل، وأنا فوجئت مثلك تماما. أيعقل أنك بلا رحمة إلى هذا الحد؟ مسكينان صديقاي، لما قتلا يا إلهي؟ لماذا؟ أيها الشاب، نادي الشرطة فلتأتي حالا، وأنت اذهب وبلغ عائلتيهما. ألم تكتفي بقتل الكاهن لكي تقتلي هذين المسكينين هنا؟ قولي لماذا، ماذا فعلا لك؟ قولي. لم يفعلا لي أي شيء. لا أعلم، أظن أن الحر الشديد جففها. أنت تعلمين أن الورود حساسة للحرارة. ماما، ماذا عن الكاهن سيباستيان؟ إذا استمر بالظهور فسأجن. لا حبيبتي، أنت لن تصابي بالجنون، لا تقولي ذلك، ثم إنه يجب أن لا تخافي. اسمعي ماما، الكاهن سيباستيان كان يبكي، شعرت وكأنه يريد أن يقول لي شيئا، لا أعلم، لم أشعر في أي لحظة بأنه سيسبب لي الأذى. يا إلهي توقفي أرجوك جلوريا. اسمعي ماما، كان ذلك تحذيرا، الورود الميتة تعني نهاية شيء ما، أصبح بلا حياة وكأنه أعلان عن موت. إن لسانك صليط جدا وستدفع ثمن ذلك غاليا، لذا سأعطيك نصيحة مجانية، لا تفكر في اتهامي كما فعلت في الماضي ماركوس. أنا لم أتهمك، أنت اعترفت بنفسك بالجريمة. كنت فتاة مسكينة، اتهمتها ظلما وزورا أنت والشرطي، قلت ما كنتما تريدان سماعه، لكن الآن لن أقع في حبائلك، اختلف الأمر. أنا لا أصدق كلمة مما تقولين. هذا لا يهمني مطلقا. يا فتاة، دعك من البكاء، هيا اصعدي وأخبري فايسمن لكي يأتي. من فضلك لا تكوني قاسية عليها. أنا في أملاكي، وحين يتعلق الأمر بموضوع خطير أكون حاضرة. طبعا، واضح، أنت مالكة هذا المكان صحيح؟ هذا صحيح، أكون المالكة، وأنت الآن في ملكي. تقولين إن القتيلين أيضا هما ملك لك؟ لا لا، لا أعلم من قتلهما. لما لا تحقق في الأمر؟ أرأيتم، عاد كل شيء إلى طبيعته، لا يوجد هنا أي خبر عن الموت. حسنا، كما تريدين. ما الذي حدث؟ إنه صوت المذياع، اهدأنا أرجوكم. هل سيخيفك المذياع؟ سوف أطفئ. أظنه التقط إرسال الإذاعة فجأة. أجل، ولكن
وكينا هذا المذياع معطل منذ زمن طويل ولا يحتوي على بطاريات إلا إذا وضعت إحداكن فيه بطاريات. لا لا هذا غير معقول أبدا، إن هذا جنون. اهدأنا قليلا، يكفي هذا، هل سنخاف بسبب أمر بسيط وتافه جدا؟ ماما ماما ألم تلاحظي بعد؟ الأمر مخيف. طبعا يريد الكاهن أن نستمع إلى المذياع، إنه يحذرنا. لقد حدث شيء مهم ويريد أن نعرف. من فضلك جلوريا، لو حدث شيء ما لكن عرفنا به ابنتي فالأخبار السيئة تصل بسرعة. لا أجد سالومون، أنا لا أجده. لكن كورديليا ما بك؟ لما أنت حزينة؟ تكلمي بسرعة يا فتاة، ما الذي حدث؟ حسنا اهدئي كورديليا. ألتا غراسيا ديل تورو قتلت بيدلسيتو وموروتشا. ماذا تقولين؟ ولكن لماذا تتهمين ألتا غراسيا؟ ألتا غراسيا أجل، إنها الآن في الأقبية وصديقايا هناك مقتولين. أيها المفتش كاليستو، يجب أن تستجوب السيدة ألتا غراسيا ديل تورو، لأنني متأكد من أنها هي من ارتكب هذه الجريمة المزدوجة. أصمت الآن ماركوس، لا تحاول أن تعلمني كيف أقوم بعملي، واضح؟ ألا تفهم أن حضورها هنا أمر غريب جدا؟ إنها لا تأتي إلى المؤسسة، ولكن عندما أتت مات الموظفان اليوم. الأمر شديد الوضوح، إن لم ترى من يجب أن يستجوب هو هذا الرجل، فحضوره أغرب من حضوري. هذا المكان هو ملكي، وطبيعي أن أتي كلما أحببت. أنت مخادعة، ارتكبت جريمتك وتلقين كل اللوم علي لتنقذ نفسك. ما أريد أن تفسره لنا، ماذا كنت تفعل هنا في أقبيتي؟ حسنا، كنت في زيارة، هذا كل شيء. جعلت الإمارات محط أنظار العالم، أفاق استثمارية واسعة، رؤية عن قرب، لقاء وحوار مع شخصيات كانت وراء صناع القرار، فرص استثمار للجميع. تابعونا في مشاريع. مشاريع يعاد على قناة أبوظبي في الأوقات التالية. يقول المثل درهم وقاية خير من قنطار علاج، ويقول بعد لكل داء دواء. أما الحكمة فيقولون معرفة مكمن الخلل أساس الحل، ويقولون ما حد يعرف قدر الصحة إلا اللي فقدها. كيف الصحة؟ مجلة صحية ثقافية منوعة تعطي الحلول الوقائية والطبية، لقاءات مع خبراء واستشاريين، وعرض لتجارب حية. كيف الصحة؟ السبت على قناة أبوظبي في التوقيت التالي. جلفار، نعمل معا من أجل صحة أفضل. أرجوك تكلمي، ما الأمر بيتو؟ الأمر هو أنه سقط قتيلان ليلة أمس في مؤسسة دلتورو. في مؤسسة دلتورو؟ أظن أن هناك خطأ ما. لحظة بيتو، أنت متأكدة؟ يا إلهي، أجل عزيزتي، وأحدهما بيترسيتو المسكين، ولكن لماذا قتلوه؟ بيترسيتو؟ أجل إنه حارس في المؤسسة. ماما إنه الشاب الذي دفع عن السلم عندما كنا مسجونات في القبو، أتذكرينه؟ وقتلت معه أيضا موروتشا، الفتاة التي تعمل في التنظيف. أرأيتي ماما، أرأيتي؟ كان الكاهن سيباستيان يحاول أن يقول أن شيئا سوف يحدث،
لهذا جفف الورود، ولهذا كان يبكي لأنه كان يخبرني أن أحدا سوف يموت. لكن كيف كنت سأحذر معنى إشاراته كلها؟ لكن لماذا أذهب مع هذين الرجلين إن كانت المشتبه بها هي ألتا جراسيا؟ قلت لك اهدأ. لا تستمع إلى أكاديمية. قلت لك اهدأ. أيمكنني أن أعرف ماذا يجري هنا؟ إنهم يلقون القبض علي، لكنها هي من قتل الموظفين، أتعلمين؟ اهدأ ماركوس اهدأ، قلت لك اهدأ. بترسيتو أخبرني أنك ظهرت له متنكرة كالعروس، كان يعلم أنك أنت ولهذا قتلته. قلت لك اهدأ، خذها فورا إلى الأعلى. اصمت ماركوس. كان الفتى يملك أدلة ضدك يا ألتاجراسيا، هددني سابقا وأنا قتلته. بايسمن، يجب أن تبلغ أسرتي الشابين، سوف نتحمل نفقات الدفن وأيضا كل التعويض. ولكن ماذا تفعلين في الأقمية؟ لماذا أتيت ألتا جراسيا؟ جئت لأتولى كل شؤون هذا المكان، فهذا المكان ملكي وسأكون المسؤولة الوحيدة. يجب أن أذهب إلى مؤسسة دلتورو. حال هيا لا أبدا، لا لن أقبل بذلك. أنسينا الأمر، أنتن لن تذهبن إلى أي مكان. ولكن هل تذكرن ماذا حدث عندما ماتت السيدة إيزابيل؟ كان الجميع هناك في المؤسسة يوجهون إصبع الاتهام إليك أنت. ولكن لا يمكنني أن أصدق أن بيترسيتو قد مات، كان صديقنا وساعدنا في الأطروحة. لهذا السبب بالذات أكرر قولي أن فيلم كنا الوثائقي خطير، أليس كذلك سانتيا؟ بلى ماما. أنت تعنين بكلامك هذا أن المرأة المجرمة متورطة في كل ما يحصل؟ لا لا، ليست ألتا جراسيا. التورط في هذه المسألة خطر. بناتي، ليكن الله معكن ويحميكن، لأن هذا كان يمكن أن يصيبكن. حسنا، ألتا جراسيا، أن تجمع كل المستندات. أذكرك بأنه لا يمكنك أن تتولي الإدارة عندما تريدين، وتعلمين ذلك. لذا أتيت، ولن يمنعني أحد. المؤسسة الآن مسؤولة أمام عائلتين مغدورين. تابع هذه. لذا تحمل. لا لحظة، لا يمكنك إصدار الأوامر. عليك أولا أن تجيبي رجال الشرطة عما تفعلين هنا. هذه المؤسسة هي ملكي، وأستطيع التجول فيها كما أشاء، مفهوم؟ وهذا حقي. والآن سأجيب عن أسئلة الشرطة، لأنه ليس هناك ما أخاف منه، وسأذهب حين يطلب المفتش. يطلبك المفتش في هذه اللحظة تحديدا سيدة ألتا جراسيا، لذا من فضلك يجب أن ترافقيني. أريد منك أن تجيبيني عن بضعة أسئلة، ليس أكثر. واضح. ما هذه الفوضى؟ لا يعقل أن يحدث هذا كله. هذان الشابان المسكينان، إنها تنتقم الآن، ولدي الدليل هنا. ما بكم؟ هل أصبح المهرج أم ماذا؟ ما الذي يجري هنا؟ أخبروني، لما هذا الحزن على وجوهكم؟ في الواقع لا أعرف كيف أقول هذا. تقولين ماذا؟ أختك التوأم قد أختي ما بها؟ وجدت مقتولة في الأقمية مع بيترسيتو. مقتولة؟ لا لا، أنت تكذبين. قتلت ليلى أمس مروتشا. يا أختي لا، غير معقول. أختي لا يعقل أن تموت مروتشا. لا لا، أبي مروتشا لا يعقل أبدا. بلى للأسف. لا لا، إنها المرأة المجرمة، المرأة المجرمة هي من قتل أختي، متأكدة. لكن مروتشا، لماذا تقولين إنها هي القاتلة؟ كيف عرفت أنها المرأة المجرمة؟ أعرف أنيسة لورا، والجميع يعرف أنها هي من يقتل هنا. ما الذي يجري هنا أيها العجوز؟ لقد انتشر الخبر في القرية كلها. صحيح، بكل أسف لقد قتل بيترسيتو وإحدى المروتشا اللطيفة أيضا. وألتا جراسيا، لما تكلم رجل الشرطة؟ إنه يحقق معها،
لأنها ظهرت بصورة مفاجئة في الأقبية حيث عثر على القتيلين، وهذا ما يضايقني لأنهم سيلقون اللوم عليها. وهل تستبعد ذلك الأمر؟ هذان الميتان ليسا مجرد شائعة. لا 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 لا، بل هي جريمة، وجريمة مزدوجة ونبنتورة. يا إلهي، يبدو أن هذه المرأة مجرمة فعلا. سيدة ألتاغراسيا، أخبريني شيئا، كيف دخلت إلى هناك؟ من الباب مثل كل الناس، عبرت الممرات إلى أن وصلت إلى الأقبية. تذكر أنني تربيت هنا. أجل، أعرف ذلك، لكن أخبريني أي طريق سلكت. الطريق نفسه الذي سلكناه إلى الخارج. عندما وصلت إلى الأقبية وجدت ابنة ريكاردا وذاك الصحفي رخص باول. لكن حسب علمي منذ وقت طويل لم تزوري هذا المكان. هذا صحيح، منذ اليوم سوف أعمل على تغيير كل الأمور، وذلك لأني قررت الآن أن أحرص عن قرن كل ما يعود إلي. سيدة ألتاغراسيا، في الخارج هناك غرفة يوجد فيها حراس، أيمكنك إخباري لما لم يوقفك الحراس ولم يمنعوك من الدخول؟ لأنه لا أحد يمنعني من الدخول، يخافونني، لهذا أدخل إلى حيث أشاء. أنهيت استجوابك؟ فلدي الكثير من العمل هنا. لا 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 أبدا، لن تتمكن من خداعي بقصصك هذه، لذا من فضلك أخبرني على الفور ماذا كنت تفعل في أقبيتي. اسمع، لقد أتيت فقط لأحقق بما حدث للشبان الذين سجنوا هنا. هل يمكنني أن أعلم من أعطاك الإذن بالنزول إلى الأقبية؟ الأنسة كورديليا عرضت علي مرافقتي، وعندما وصلنا فوجئنا برؤية جثتي الضحيتين، ولاحقا ظهرت ألتاغراسيا وبدأت تهددنا، والباقي تعرفه. لو سمحت أخرج من مكتبي. اسمع بايسمان، سوف أعطيك نصيحة مجانية، ألتاغراسيا لا تعرف الرحمة، وأنت وحدك لا يمكنك مواجهتها، لقد بدأت تقتل من جديد. أنت ذكي. اسمع روخس باول، للمرة الأخيرة أقولها لك بهدوء، أخرج من هنا. بايسمان، مساعدتي لك تناسبك، هدف تحقيقي هو إعادة ألتاغراسيا إلى السجن وإلى الأبد، ما رأيك بهذا؟ أجل، انتظر لحظة من فضلك، أخرجوا الجثتين وهم يبحثون عن أدلة ليروا إن كان هناك ما يدين ألتاغراسيا. لا، هذا مستحيل، لن تدان ألتاغراسيا ظلما للمرة الثانية، لا أصدق هذا. ماما، أريد أن أذهب معك أرجوك. لا جلوريا، ابتعدي عن هذا الموضوع، وأكثر جلوريا، أنا أمنعك من الذهاب إلى المؤسسة، أسمعتي؟ أنا أمنعك. رافقتك السلامة. لا أتعامل مع أناس مثلك أنت، ولا تهمني قضيتك سيد روخس باول، وهذا بالتحديد من شؤون الشرطة، لذا لو سمحت أخرج من هنا. لا بأس، أقسمت إنها ستنتقم بايسمان، وقد صورتها، فكن أكيدا من أنها بدأت. يجب أن تعزز الحراسة على المؤسسة، أنا أشعر بالخوف، عليك أن تزج ألتاغراسيا في السجن مجددا. لماذا أرادت أن تقتل بيترسيتو وموروتشا؟ ما هو هذا الأمر المهم؟ وعما كانا يبحثان هناك؟ اسمع ما سأقوله، تدفع الدولة رواتب لرجال الشرطة لقاء هذا العمل سالومون، لذا اهتم أنت فقط بأمن هذه المؤسسة. حبا بالله سالومون، هذه المرأة سوف تقتلنا كلنا. إما أرجوك دعيني أتنفس. لا تعاملني هكذا. سيدتي اتركيها، هذه أدوات الجريمة. أعذرني أرجوك. عفوا سيدي المفتش، عفوا، أنا فعلا بلهاء. يا إلهي، أنا خائفة جدا الآن،
بصماتي أصبحت لديكم وسوف تظنون أن لي علاقة ما بمقتل هذين الشابين. ستظنون أنني أنا القاتلة. أها، إن كانت ألتاغراسيا هي من قتلت بيترسيتو وموروتشا فلماذا فعلت؟ لم يكن على علاقة بها. لديهما علاقة بالمؤسسة. تذكري أن بيترسيتو عندما وقع عن السلم رآها وقال بوضوح أن من دفعه كان امرأة. هذا صحيح عزيزتي، قتلته لكي لا يكشف أمرها. لا أبدا، بيترسيتو قال أنه رأى امرأة ترتدي ثوب زفاف وجهها كوجه جمجمة، وهذا لا يعني أنه رأى ألتاغراسيا. اسمعي، ألتاغراسيا هي عمتك صحيح، لكنها هي المرأة المجرمة وأرجو أن تعذريني. ثم ماذا كانت تفعل هناك؟ أجيبي عن هذا السؤال. في هذا أنت محقة. إن كان الكاهن قد قصد شيئا فهو هذا الأمر. في تلك اللحظة كان يتم قتل الضحيتين. هذا واضح، يجب أن نتأكد من هذا جلوري. في أي ساعة قتلا وإن كانت الساعة نفسها التي ظهر فيها الكاهن؟ أيها الشرطي، أنت لا تظن أنني القاتلة صحيح؟ لا تلمسي أي شيء من فضلك. لا لا لا، على الإطلاق أعدك بهذا، إنه أمر مخيف جدا أليس كذلك؟ أخبرني سيد المفتش، ماذا تظن؟ هل المرأة المجرمة هي الفاعلة برأيك؟ لا أعلم سيدتي. حسنا، سأرحل وداعا. بقيت في الأعلى، لما لم تكوني قربي؟ حسنا ابنتي، لأنني أريد أن أبقى أمك لوقت طويل طويل وسنوات طويلة حبيبتي. وما دخل ذلك بالجريمة؟ كوردي، ما هذا السؤال يا ابنتي؟ لو أنني ذهبت إليك لأصبحت الآن الضحية الجديدة للمرأة المجرمة. آه ماما، أولاً تتغيري، المهم الآن هو أننا بخير أمي حبيبتي. عذرا أنستي، أريد أن أستجوبك. ولماذا أنا لم أفعل شيئا وأكثر من ذلك. أنا أكثر طهارة وأكثر براءة وأكثر بياضا من حمامة السلام نفسها. لا سيدتي، ليس معك بل مع ابنتك. معي أنا؟ أجل، معك. ألست أنت أول من وجد الجثتين؟ هيا بنا. لا، هيا. لحظة واحدة، كوني الممثلة الشرعية لهذه الجميلة البريئة يجب أن أكون حاضرة في هذا الاستجواب، لأنك أنت سيد كاليستو رجل خبير جدا، وهذه الآنسة هنا هي بريئة بكل ما للكلمة من معنى. ماما كيف؟ لا أصدق، لقد أتلفت لنا الأدلة. أعذرني أيها المفتش أرجوك. اسمع، ما جرى هو أنني آكل الحلوى منذ أن وصلت، لأنني في الواقع أشعر بالتوتر والخوف. يمكننا أن نتهمك الآن بعرقلة أعمال التحقيق. أيها المفتش، اسمح لي أن أقدم اعتذاري عن الآنسة، لقد قاطعت عملكم فعلا. مرينا من فضلك عزيزتي، فلنبتعد ونترك الشرطي يقوم بعمله، أليس كذلك؟ أجل إرنستو، ولكن ما جرى هو أنني كنت متضايقة جدا، افهمني، فكل هذا يصيبني بالتوتر. إرنستو اسمعني، لا أعلم لماذا أظن أن لأختي يدا في كل ما حدث. يبدو واضحا أن الحادث هو من فعل ألتاغراسيا. في الحقيقة لا أصدق شيئا مما تقولينه مارينا، لأنه ماذا تكسب ألتاغراسيا من قتل الحارس المسكين وعاملة التنظيفات؟ حسنا، لا أعلم إرنستو، من المؤكد أنها كانت تفعل شيئا سيئا ليلة أمس، والشابان هما من كشف أمرها وهي ترتكب شيئا، فلم يكن أمامها إلا قتلهما. بيترسيتو أخبرك شيئا؟ أخبرك عما رآه داخل الأقبية؟ حسنا، نعم أجل، في الحقيقة لقد أخبرني أنه رأى المرأة المجرمة سيدي عندما أغلق علينا الباب في الأقبية، وقد كادت تقتله. وماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر عزيزي كاليستو لكي تسرع وتبدأ بالبحث عن ألتاغراسيا وتحبسها؟ إن
صديقتي هي القاتلة. حبيبي ألتا غراسيا هي المرأة المجرمة. هي سيدتي، حبا بالله لا يمكنني أن أزوج أحدا في السجن دون أدلة، وحتى الآن لا أملك دليلا واحدا ضدها. ألتا غراسيا ديل تورو. وما هما بيترسيتو وموروتشا، أليس دليلا؟ أو أتوقعوا أنك ما زلت تنتظر سيد كاليستو أن تقوم ألتا غراسيا شخصيا بإرسال الأدلة إليك بالبريد المضمون. رجال الشرطة يقومون بواجبهم. تعني أن المؤسسة لن تفعل شيئا؟ ستعتني المؤسسة بعائلتي ضحيتين وستساعدهما ماليا أيضا. لكننا جميعا نعلم ماذا حدث هنا. حقا؟ زدني معرفة لودوبيكو. جميعنا يعلم جيدا من قتل هذين الموظفين البائسين، وأنت تعلم أيضا أنه يجب علينا أن نزج ألتا غراسيا في السجن. أجل، ولما تريد زجي في السجن لودوبيكو؟ ماذا فعلت لك؟ لا تستطيعين الدخول إلى هنا قبل أن ننهي عملنا. ولكن كيف لا يمكنني الدخول وأنا في مؤسستي؟ لم يبقى إلا القليل، أرجوك انتظري. ماذا تفعلون؟ أطفئ هذه الأنوار فورا، أنتم تفسدون المشروع. آنستي، لم نلمس النبيذة حتى، نحن نجمع الأدلة فقط. حقا؟ دعني إذن أشرح لك لكي تفهم. الأنوار تفسده، وإذا حركتم البراميل أو أبدلتم حرارة المكان يفسد، ووجودكم هنا أيضا مضر. لورا، لورا، انتظري لحظة، إنهم يقومون بعملهم، يبحثون عن أدلة ليمسكوا بالفاعل، هذا كل شيء. حقا؟ وعن أي نوع من الأدلة تتكلم ماركوس؟ لأنهم إن بحثوا عن بصمات أصابع فمن الواضح أن هذا المكان مليء ببصماتي أنا، لأنه مكان عملي، وهذه هي براميلي، وهذا هو مشروبي أنا، مفهوم؟ ألديك أدلة ضدي؟ في الواقع أنا لا أملك أدلة هذه الجريمة المزدوجة، لا أملك، ولكن بما أنك قتلت الكاهن. كلمت الشرطية وكل شيء واضح، لذا سأكون صريحة. أنت تعلم بايسمن، كنت واضحة معك في القبو. أجل، قلت إنك أتيت لكي تكوني المسؤولة، لكنني أظن أن هذا مستحيل. أريد أن أراقب سير الأعمال هنا، لذا أريد غرفة مكتب، لأني سأحضر كل يوم. أريد أن أعلم كيف تجري الأمور. حقا؟ ولتغرقينا في مستنقع لا نهاية له. أضبط لسانك أرجوك. ألتا غراسيا سأكون رهن إشارتك فيما تطلبين. ليصمت هذا اللص هناك. إذا بايسمان، ما ردك؟ حسنا، أقبل بما تطلبين. تقبل؟ يا لك من وقح. كل هذا الكلام السخيف سوف ينتهي مع نهاية الاتفاق، فابدأ بالتفتيش عن عمل، لأني حينها سوف أرميكم إلى الشارع. هذا إذا بقي أحد منا حيا حتى ذلك الوقت، لأنك إذا بدأت بقتل اثنين لن تبقي على أحد منا هنا. عجبا لودوبيكو، لا تتغير. كان أبي يقول دائما إنك معتوه. أولا أنا لست معتوها، ثانيا لا أوافق على مجيئك للعمل هنا، لأنه إذا كانت البداية بقتل موظفين فالنهاية كيف ستكون؟ لودوبيكو، لودوبيكو، لا تستفزني. تعال بي، هيا بنا. مرحبا. أهلا، ما الذي حدث معكما؟ كيف حالك؟ مرحبا. لقد خنقا، ماتا خنقا، هل تصدقين ذلك؟ صحيح، وقعت على صديقنا بيترسيتو بعض البراميل وتكسرت عظام ساقيه، وبعدها تم خنق الاثنين معا. ماذا؟ أجل، والشرطة هناك يستجوبون الجميع في المكتب. اسمعي، ماذا حدث البارحة؟ رأيت الكاهنة هنا؟ غير معقول. لا لا لا، ميكاييلا وأنا لم نرى شيئا، لكن هي نعم انطفأت الأنوار وانفتحت النافذة وحدها، بعد ذلك رأينا الزهور الذابلة. ولكن ألا يعرف الكاهن من هي المرأة المجرمة؟ لا أدري، ولكن إذا كان يعلم فلما لا يقول لي؟ أهي ألتا غراسيا أم امرأة أخرى؟ ماذا تفعلين هنا سيدة اخواتي؟